موقع صحفي تونسي تحكي عليه يقتلوك، ما تحكيش عليه تموت في السبيطار وتموت قبل ما توصل للسبيطار، خاطر باش يعطوك موعد بعد عام او تمشي له ما تلقاش عندهم بنج وماتريال، وساعات يقص عليهم الضوء ورد بالك تكون تخدم معاهم وتصور وتفضحهم، يهرسلوك ويندموك على النهار اللي لعبت فيه معاهم. ما في حسابات، لازم المواطن يتعذب اللي يبيع دارو باش يمشي للكلينيك، طب ورجال اعمال يبيعوا ويشروا فينا، وفارماسيات يبيعونا في الدويات الجينيريك اللي موصينهم اسيادهم باش يبيعوهولنا. ما هو كل وكل ما في عصابات، والدواء اللي تعطى ببلاش السبيطارات والمستوصف مقطوع، خاطر المافيا وعصابات هذوما يهربوا فيه ليبيا والجزائر، وكيف تلوج عليه انت الزوالي يقولوا لك مقطوع، والرقابه ما تراقبش تاكل في الجعاله. نحن نموتوا باش تعيشوا انتوما، الله يرحمك يا جاد.